تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام مرة أخرى في قناة رشيد العلوفي. عدت لكم في قصة أخرى من قصص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قصصت عليكم الفصل الأول والفصل الثاني، سوف نتطرق اليوم إلى الفصل الثالث تحت عنوان زواج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة. رافق محمد صلى الله عليه وسلم في صباه عمه في إحدى رحلاته التجارية، فلما صار رجلا أراد أن يصبح تاجرا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، والتاجر يحتاج إلى مال يشتري به بضاعة يتاجر بها. لذلك بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل وكيلا للتجار الذين عززوا بسبب الشيخوخة عن القيام بتلك الأسفار الطويلة التي تتطلبها التجارة خارج بلدة مكة، وسرعان ما اشتهر بمهارته في شراء البضائع المربحة، لكنه اشتهر فوق كل شيء بأمانته، فصار يلقب بالأمين. وبعد بضعة أعوام من العمل الشاق، جمع محمد صلى الله عليه وسلم بعض المال، فأراد أن يتزوج ويكون لنفسه أسرة، لكنه أدرك أنه لا يملك من المال ما يكفي لإعالة أسرة، إلا أن هذه الصعوبة سرعان ما انحلت بطريقة لم يكن يتوقعها. كانت تعيش في مكة سيدة شريفة تدعى خديجة. كانت خديجة أرملة موسرة، فكانت تتاجر لحسابها، لكنها لم تكن تقوى على مرافقة القوافل في أسفارها الطويلة المضنية، فكانت تستأجر الرجال لمرافقة القوافل التي تحمل بضائعها. كانت خديجة قد سمعت بمهارة محمد صلى الله عليه وسلم في التجارة وبأمانته التي أكسبته لقب الأمين، وهكذا استأجرته السيدة خديجة ليأخذ بضاعتها إلى الشام، وقررت أن تدفع له ضعف الأجر الذي كانت تدفعه عادة لوكلائها. وبعد عودته إلى مكة من رحلة مكللة بالنجاح، ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى منزل السيدة خديجة ليعلمها بما باع في الشام وما اشتراه من هناك للبيع في مكة. سرت السيدة خديجة بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم في إدارة تجارتها وبالأرباح الجيدة التي جناها لها، لكن الأهم من ذلك أنها توسمت فيه رجلا يمكن أن يكون شريك حياتها. وعلى الرغم من جمالها، تساءلت إن كان هذا الشاب ابن 25 يقبل أن يتزوج امرأة تكبره 15 سنة. فطلبت السيدة خديجة من إحدى صديقاتها تحدث محمدا صلى الله عليه وسلم عن إمكانية الزواج. فلما سألت هذه الصديقة محمد صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم زواجه، أجابها بصراحة أنه لا يملك من المال ما يكفي لتكوين أسرة وإعالتها، لكن عندما ذكر له اسم خديجة أيقن محمد صلى الله عليه وسلم أن خديجة ليست سيدة ذات مكان وجمال فحسب، ولكن سيتمكن بمساعدتها من تحمل مسؤوليات الزواج. وهكذا تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة على الرغم من فارق السن الكبير بينهما، وكان زواجهما من أسعد أنواع الزواج وأكثر توفيقا،
إذ كانت خديجة أعظم مؤازر لزواجها محمد صلى الله عليه وسلم خلال أصعب سنوات حياته. وبعد أن أصبح لمحمد صلى الله عليه وسلم بيته الخاص، عرض على عمه أبي طالب مساعدته، وذلك بأخذ أحد أبنائه والتكفل بتربيته في بيته. فوقع الاختيار على علي ليذهب للعيش في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج علي لاحقا إحدى بنات محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أصبح صهره وابن عمه في آن واحد. انتهت القصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الفصل الرابع تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم والحجر الأسود.